المرة خرجت مرة هنا ثلاثة الرباع ودرتها بسميتها لحتني نهار 23 في الشهر 22 لحتني للزنقة. المرة تزوجت بها 22 عام والآخر لحتني للزنقة. سبب عمروها العيالات. هذا يقول درت بالكاميو أنا شيفور وليت معه هواق. وليت معه هواق ما طلعتش حملتني لحتني للزنقة. درت سيده بنت دوزي في تركوجده مع المقاتلين مع القرابه اللي كيبيعوا الشراب والحشيش جاي هاوت مع 3 ديال الليل مورا الطوموبيل والموك والكار هما طالعين عموني بالفار لقطه عموني بالفار درت فران الموطور دخلوا بيا ما يدخلوا بيا وضرب منه تحت في الواد تحت في الواد الكواد واقف على لاكابين تا جابوا الديباناج عاد نزلوه عاد قردوا بلامون عاد خرجوا من لاكابين 25 يوم كوما بكلينيكا ودار فاس في الذاكرة من 28 2013 أنا 25 12 2021 عاد رجعت لي الذاكرة 22 عام وهي بعمرها 64 عام أنا 53 عام كبر منك هي؟ هي كبر مني لا حول ولا قوة إلا بالله وما كتولدش 22 عام وما كتولدش جوج شبان نهار 25 10 2000 نهار 23 شهر 1 2022 لعتني الزنقة زعما بالطمع دارت ذاك الربع بسميتها بيت وكوزين والمرح 13 مليون درتها بسميتها لعتني الزنقة لكن كارين الرهينة خرجت من هنا مشات شريت الرباع مشيت مع مول الدار المنقطعه خديت بلوزي سينيت عطيتهم اياها مشات هي شريت الرباع شريت ثلاجه جديده وبلازما جديد كلشي تفرشتو درت البراكه قديتو طلعت القضيه ب 13 مليون خلعتني الزنقه دابا من شهور 8 شهور دابا انا غادي في 9 شهور دابا من شهور هنا وانت كتنعساي في الزنقه كنعساها في الزنقه عايش في الزنقه الليل ونهار جاب لها تفكينا صافي خدات برات انا خديت برات يكون واحد الله يعاونو صافي طلقتو تنتلاقوا في الاخيره اللي يضيع على الاخر تنتلاقوا في الاخيره انا كنطلب غير شي محسن ولا كما يكون غير عتقد لي هذا الحلال اللي انا فيه يخدم لي في الناكيت نخدم ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على راس كل لحظه.